مرحبا بكم في بريف ريجيونال. الروبريك نتاعنا اليوم برعايه تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست زيتود ديجيتال. نبداو اخبارنا بولايه نابل، وبالتزامن مع العوده المدرسيه تشهد محلات بيع المواد الغذائيه والمساحات التجاريه الكبرى باغلب معتمدات الجهه منذ فتره نقص حاد في تزود بماده الحليب ما خلف تذمر في صفوف المواطنين اللي عبروا يوم الخميس 14 سبتمبر في تصريحات لمنصه تونس الرقميه بالجهه عن استيئاء من الاضطراب المتواصل في توفير هذه الماده الاساسيه ودعا المواطنين صوت المعنيه الى التدخل السريع لحل هذا الاشكال والعمل على ضمان انتظاميه التزود بالبنود الاستهلاكيه الاساسيه. ننتقل لدبجة، وبعد استئناف نشاط مصنع السكر أكد رمزي الهويلي كاتب عام الفرع الجامعي للصناعات الغذائية بالجهة أن المصنع كان مغلق للصيانة، وأفاد الهويلي بأن الشركة استأنفت نشاطها الفعلي نهار الأربعاء لتوفير السكر بالكمية اللازمة في السوق، والفت المتحدث إلى أن المصنع سيعمل على توفير إنتاج يومي يتراوح بين 600 و 700 طن سيتم ضخها في السوق التونسية، مضيف كما طلبنا شحنة ثانية من الديوان التونسي للتجارة والتكرير لتوفير السكر بالسوق بالكمية المطلوبة، خاصة أن المورد النبوي الشريف على الأبواب. نتعداو لولاية الكسين، وينفذ المعتمد الأول للجهة أحمد الحامدي أن إنتاج الصنوبر الحلبي خلال الموسم الحالي يشهد زيادة في الإنتاج ب 40% مقارنة بالسنة الفارطة، وين تشير تقديرات إلى إنتاج 1356 طن متأتية من مساحات 19786 هكتار، في حين شهدت السنة الفارطة إنتاج 379 طن من مساحة 17497 هكتار. وأضاف الحامدي أن مساحات الصنوبر الحلبي بولاية الكسرين تمثل 25% من المساحة الوطنية، وبالتالي تحتل الجهة مرض وطنية في مساحة الغابات. نقد مع ولاية الكسرين، وقبل ساعات من ضبط بداية الموسم الدراسي تعرضت المدرسة الإعدادية سورور بمعتمدية سبيتلا من ولاية الكسرين للخلع وسرقة فجر يوم الخميس 14 سبتمبر، وين تم سرقة معدات وآلات من داخلها قبل سويعات على موعد تدشينها. نمر لولاية سوسة، وين أقدم يوم الاثنين عشرة الأشخاص على اقتحام قسم الأموات بحثنا عن جثة تقريبهم من إخراجها دون إتمام الإجراءات المعمول بها، وكانوا قد أحدثوا فوضى عارمة بالمستشفى وقاموا بخلع أقفال الأبواب، وفق ما أكدوا مدير العام للمستشفى الجامعي سهلول شوقي بن حمودة. وبين أن المتوفى قد تم جلبه من سبيبة من ولاية الكسرين في حالة حرجة متأثر بإصابة على مستوى الرأس، وإن تم إجراء عملية جراحية بقسم جراحة الأعصاب لفارق أثرها الحياة. وأضاف أنه تم إشعار الوحدات الأمنية بالواقعة وتولت النيابة العمومية بمحكمة سوسة فتح بحث تحقيقي من أجل معرفة أسباب الوفاة، حسب ما أكدوا وكيل الجمهورية هشام بسباس لمراسلة تونس الرقمية بالجهة. ننتقل لولاية قفصة، في أكدت مصادر أمنية مطلعة لتونس الرقمية أن الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالجهة تمكنت بعد ظهر اليوم من إيقاف قيادي بالمكتب الجهوي لحزب حركة النهضة، وتوجهت له شبهة دعوة إلى التناحر والاقتتال بين المواطنين. وفي ولاية قابس، وعلى أثر احتجاجات تشهدها الجهة، أكد المواطن عبد الله العلوي من معتمدية غنوش أن أخاه أقدم على أضرام النار في جسده عقب شجار مع عدد من أعوان الأمن عمد خلاله أعوان إلى إهانة شقيقه وفق قوله. وشدد العلوي في تصريح خاص للرقمية أن أخوه عمد إلى سكب البنزين على نفسه ووضعيته حرجة وعنده حروق من الدرجة الثالثة. أشار المتحدث إلى أن الأهالي يغلقون الطريق الآن لمطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل العاجل وزيارة الجهة، قائلا لا ثقة لنا إلا في الرئيس قيس سعيد، ندعوه لإنصافنا. نمشيو للهوالية، وين أفاد الشاب ماهر الرئيس فلاح أصيل الجهة أنه بسبب كلاب سابق خسر مشروع وين قتل 3 كلاب 55 رأس غنم لتوحيله على البطالة بعد 4 سنوات من بعث هذا المشروع، مشير إلى أن السلطة المحلية قامت بمبيعين جثث الأغنام دون أن تقدم أي وعود بمساعدته لإعادة بعث مشروعه. وصف المصدر ذاته هذه كلاب بغير العادية، قائلا أنه تشكل خطر على المتساكنين وحاولت في مرات سابقة قتل الأغنام وهجمت مواطنين، والإشارة فقد تضرر فلاح ثاني من نفس المنطقة بنفس الطريقة وخسر 15 رأس غنم بسبب الكلاب السبل اللي أصبحت مثل خطر على الماشية وعلى المواطنين وخاصة الأطفال في الجهة. نختم بولاية مدنين، فمن المنتظر أن تحتضن قاعة العروض بدار الثقافة طريق بن قردين يوم الجمعة حفل خيري يؤثر عدد من الفنانين أصيلي الجهة. ستخصص مداخيله لاقتناء أدوات مدرسية وتوزيعها على أبناء عدد من العائلات محدودة الدخل، ويأتي تنظيم الحفل في إطار حملة تبرع بالأدوات المدرسية تنظمها صفحة مديني في باريس بالشراكة مع جمعية جسور التنمية وعدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، وفق ما صرح به مرسق الحملة عبد الكريم سلموك. ووجه سلموك دعوة إلى متسكني مدنين للحضور بكثافة ودعم هذه البادرة الخيرية، مشير إلى أن عملية بيع التذاكر انطلقت منذ يوم الأمس بكل من جمرك البغدادي مقابل الجردة ومطعم علي بابا مقابل صيدلية الليل وفي مثل البنا طريق تطاوين الشريحة، أما وأن سعر التذكرة هو 10 دنانير. وأضاف سلموك أن الحفل باش يؤثر قرابة 40 موسيقي سيرافقون الفنانين اللي أعلنوا رغبتهم في المشاركة. وعرض محدثنا في سياق حديثه عدد من أسماء المشاركة في الحفل أبرزهم الفنان رؤوف ماهر. كان هذا كل شيء في بريف ريجيونال، قدموه لكم وليد زياني لبقية أخبارنا على موقعنا tunisienmusique.com. نتقابلوا في موعد لاحقة. باي باي.